مش نحكي عليها بأكثر تفاصيل في تحليل ونقاش. الزميل الأستاذ في جامعة منوبة زميلنا نزار مقلي، مختص في الجيوبوليتيك، وأيضا زميلنا في جريدة الصباح. صباح النور، شكرا على قبول الدعوة نزار. شكرا لك وسهلا لكل مستمعي إذاعة شمس أفيق. مرحبا بك. إذا نبدأ مواضيعنا بمحاكمة متهمين في قضايا تسفير شبان إلى بؤر التوتر، انتداب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية. المتهم الرئيسي كان مقيم في فرنسا، حرق ثم عاد إلى تونس بعد ترحيله. شاب آخر متهم بالتصفير أصيل بن قردان، وشاب آخر ينزل صور زعماء تنظيمات إرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي، وملف آخر لميكانيكي بواخر متورط في أحداث السفارة الأمريكية. في سنة 2011 قام بسرقة بعض الأغراض في المدرسة الأمريكية والشغب. ولهنا السؤال نزار مقني، لماذا لم يتم الحسم؟ لماذا لم تصدر أحكام نهائية وبات منذ هذه التواريخ إلى الآن؟ هو ألو 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 السياسية وكل الملفات. نزار لو كان تسمح تبدل شوية المكان لأنه الخط يتقطع. أهلا وسهلا، تفضل. تسمع نسمع. أهلا وسهلا، تبدل شوية. هو الملفات هذه، ملفات التسفير وملفات الاغتيالات السياسية، هي ملفات كبيرة ومعقدة، يعني حتى في من حيث التحقيق نتاعها الجدي لم يبدأ إلا بعد 25 جويلية 2021. لم يبدأ منذ يعني ما صارت يعني من سنة 2011 و2012 و2013. بدأت كان تو بدأت التحقيق بجدية، ولذلك يعني لازمها بعض الوقت لاكتشاف شكون اللي كان وراء هذا التسفير، شكون اللي مول هذا التسفير. فما جهات مولد، فما نجم نقوله انه تنظيم دولي كامل كان يعني وراء هذا التسفير وراء هذه الاستراتيجية. فذاك الوقت يعني نتذكر مؤتمر الزقاق السوري اللي صار في تونس، وعلى هامش هو صار اجتماع لقوى المخابرات اللي هذه المجموعة اللي تسمي نفسها قوى أصدقاء الشعب السوري ذاك الوقت، وهنا في تونس كانت وجدت ذاك الوقت، وصار اجتماع وصار تنسيق على مثل هذه الاستراتيجية، الاستراتيجية الدفع بالمتطرفين إلى الساحة السورية يعني القيام بتفكيك سوريا أولا، ثم الإطاحة بنظام بشار الأسد. هذه الاستراتيجية لم تنجح فيما بعد، خاصة أنه التنظيم الذي تم تأسيسه ذاك الوقت كان جبهة النصرة، ثم أصبح تنظيم داعش، خرج على الطريق اللي كان محدد من قبل هذه القوى، وأصبح يهدد مصالح هذه القوى اللي ولات يعني تشكل بالنسبة لي لها هذا التنظيم شكل لها خطر كبير وكبير جدا، خصوصا وقت اللي وصلت المناطق نتاع البترول، وأكثر مناطق انتاج البترول يعني نتحدثوا لهنا على كركوك في العراق، نتحدثوا على دير الزور في سوريا، نتحدثوا على مناطق أخرى في شمال العراق خاصة المنطقة الكردية. هذا كل جعل أنه تنخلب يعني الصورة، ويعني حتى التحالفات تتغير، ورويدا شفنا أن تركيا اللي كانت تسهل إدخال هؤلاء المقاتلين إلى الأراضي السورية أصبحت يعني تحاربهم، وأصبحت حتى الجيش نتاعها مباشرة موجود على الساحة السورية لعدة غايات، منها محاربة الأكراد، وكذلك منها كذلك يعني خاصة محاربة تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي تشكل سنة 2014 لمحاربة تنظيم داعش. هو نزار، أنت أعطيتنا ربما المرجعيات الدولية والعلاقات الدولية وما خطط له على صعيد ربما واسع ودولي، ولكن وفهمنا من كلامك أنه هذا مرتبط بالإرادة السياسية في المرحلة اللي فاتت. أي. ولكن وقت اللي نشوفه أنه منظومة القضاء تبقى أكثر من 10 سنوات، وقت اللي نشوفه متهم في أحداث السفارة الأمريكية من سنة 2011 ثابت عليه التهم الموجهة إليه، والمحامية متاعه تحاول أنها تخفف عليه العقوبة بدعوى أنه لم يقتحم منشأة دبلوماسية إنما اقتحم مدرسة تابعة لها ذاف من خلال المحاكمة قبل التصريح بالحكم. هنا مشكل في منظومة العدالة. كيف كنشوفه مثلا قضية فريخة اللي كنا تحدثنا عليها
بإطناب وذكرنا تفاصيلها، معناتها الشركة شركة عجيل اللي هي تبع الدولة تقدم ملف إلى القضاء من سنة 2015 حول 20 مليار، ولكن القضاء لا يتحرك إلا الآن. هالسؤال هذا لهنا أعطيني لهنا في تونس، معقول إنه القضاء معناتها يصمت سنوات حتى تضيع الحقوق؟ يا وصال، الزمن القضائي في تونس أولا زمن طويل وطويل جدا، من حيث إذا مش حدثوا على الزمن نتحدثوا حتى على البيروقراطية اللي يشتغل بها القضاء التونسي أولا. ثانيا لأنه القضاء التونسي يعني للأسف منذ سنة 1956 منذ استقلال تونس، حتى قبل استقلال تونس، القضاء التونسي يعني يخضع دائما إلى الـ يعني الأجندة السياسية، لنقل ديما مع الوقف القضاء التونسي هذا نشوفوه وشفناه في عديد المحطات. أنا نشوف أحكام تصدر حتى في شهر بالضبط، وللأسف هذاك هو الموجود. تو برشا قضايا كانت ما تحسمتش قبل. علاش ما تحسمتش قبل؟ ما قضايا مثلا كما قضية الشهيد شكري ولا الشهيدين شكري بعيد محمد إبراهيم، يعني القضية كانت قضية واحدة، قضية اغتيال فككت إلى عديد القضايا، وهذه القضايا كل قضية ولت في محكمة، محكمة ريانة ومحكمة تونس، تم تشتيت الملفات بالضبط. بالضبط هذه شنو هي؟ هذه إرادة سياسية والإفلات من العقاب. نزال الإفلات من العقاب بالضبط. شنو تأثيره في المجتمع؟ شنو تأثيره على مرفق العدالة؟ يأثر لأنه شوف، إذا ما يكونش هما قضاء نزيه وبيت ولا يخدم بأجندة تخضع إلى صاحب السلطة، فإنه هذا يراه يدل على أنه فما خلل معين في 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 مرافق الدولة، لأنه هي كسلطة الذي يجب عليها أن تحكم في قضايا وتفصل فيها اللي يتضر فيها المواطن من كل يعني من كل الناس الكل، يعني يطبق القانون. القانون يجب أن يكون أعمى كسيف، يطبق على جميع يعني على جميع المواطنين والجميع كذلك، يعني المكونات نتاع الدولة، سواء ذلك يعني بالسلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، ولا كذلك حتى على المواطنين العاديين والشعب اللي هو صاحب الإرادة الأصلية، يعني أصلية إذا مش تحكيه في علوم سياسية. لذلك يعني اللي نشوف فيه ويصال اليوم هو يعني هو بداية ممكن طريق نحو معرفة الحقيقة في هذه الملفات الكبرى. ملف مثل التسفير في ذلك الوقت يا ويصال، رغم ما فيش كان يعني كالتنظيمات نتاع انصار الشريعه وبعض التنظيمات يعني اللي تابعه لتنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي وبعض الخلايا النايمه اللي في 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 تونس. ليه؟ فيه اراده سياسيه واضحه وواضحه جدا، فيه استراتيجيه دوليه، وهذه الاستراتيجيه الدوليه مولت، فما دول مولت التسفير هذايا نحو بوار التوتر، فما دول سهلت ذلك، فما دول يعني عملت على ذلك يعني لغايات جيو استراتيجيه تتعلق بسياستها وبمصالحها هي الضيقه في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط. اللي قرا كتاب هادي بن يحمد يعرف التفاصيل كيف تتم عمليه التسفير، وهذيك كنت في الرقة كيف أيضا هناك دول متورطة، كيف يتم نقل الدواعش على الحدود، كيف تتم العمليات. هذه الاستراتيجية دي ليبيا دمرت كذلك بهذه الاستراتيجية، لأنه تم يعني ليبيا أصبحت مرتكز جيوسياسي للإرهاب طوال سنوات سنوات جدا، وهذاك علاش ما بردش، لأنه كثرة الميليشيات ومن الميليشيات المتطرفة والتي تمارس في الحكم مباشرة حتى في الحدود متاعنا في فترة فجر ليبيا وفيما بعد كذلك. هذه كل جعلية وصال أنه الملف هذه يكبر بصفة كبيرة وكبيرة جدا، خاطر وقت اللي تحل تشد طرف الخيط متاعه تبدأ تتبع فيه باش تلقاه مش كان موجود في تونس، موجود في تونس، موجود في ليبيا، موجود في سوريا، موجود في تركيا، موجود في العراق، موجود في مصر. يعني هناك خيوط رابعة وهناك من يتحكم وصل فيها. للسيناء. وصل للسيناء الملف هذا، وصل للتنظيم داعش في سيناء، فما تونس غادي يعني حتى عملوا عمليات وفهمتني موجودة، وصل للصحراء الغربية المصرية، وصل للمالي، وصل لعديد المناطق. يا نزار مازال تو يتوسع، ندور ونرجع إلى مرفق العدالة في تونس والإفلات من العقاب. شوف وشنو ينجر على الإفلات
ثلاث من العقاب وقت اللي نشوفوا إرهابي لا يحاكم ولا يحاسب ويدور في الشارع. فما إرهابيين خرجوا راهم من الحبس، فما إرهابيين خرجوا من الحبس ما مختر ما يقنع بالموقوته قاعده تدور في الشارع، في حين انه تلقاه على شيك معناتها في مؤسسه يخدم في مؤسسه اي تلقاه معناتها يخرث في الحبس وتسكر المؤسسه نتاعو الصغرى والمتوسطه ولا ويحاسب حسابا عسيرا وشديدا وفي الابان زاد يتم معناتها. بشير العكر مش عمل بشير العكر في ذاك الوقت كان هو رجل حركه النهضه في الحكم في السلطه القضائيه، وهو الذي يعني فكك هذه الملفات وجعلها الى ملفات عديده خاصه ملف الاغتيالات، وهذا خلى انه بكثير وكثير من المضالعين في عمليه الاغتيال هذه يهربوا من تونس كما ابو بكر الحكيم كما غيره يعني كذلك يعني جماعه اخرين يهربوا يمشيوا لسوريا، هناك قتلوا في عملية التحالف ضد داعش يعني مثل أبو بكر حكيم مثل يعني حتى عديد الضالعين الأخرين في تنظيم أنصار الشريعة يعني كله خاصة حتى كذلك في ليبيا، وذا يعني هو اللي خلى عليه خلى لأنه فما شكون يحميه أولا، لأن للأسف الزمن القضائي زمن يعني طويل وطويل جدا في حسم مثل هذه الملفات. للاسف ممكن ذلك خاطر دي مويان لوجيستيك مش موجوده، ممكن كذلك خاطر هو هذه الحجه يستعملها رجل السياسه باش يتحكم في الزمن القضائي ويتحكم كذلك حتى في القضاء والاجنده القضائيه. وشفنا زاد المعلومات الجباره لهيئه الدفاع عن الشهيدين بالضبط، هذيك هيئه الدفاع هي اللي خلات والتنكيل بها هي اللي خلات انه الملف هذا ما يموتش، لانه شد صحيح هذا ما الناس ناضلت من اجله انه الملف هذا والملف هذه ما تموتش، يعني لو هم خلاو يديهم رماو يديهم من الملف هذا راهي قبلت الحقيقه، وما لقيناش حتى تو يعني انهم يتم البدايه في التحقيق بجديه في هذه الملفات. نقدموا شويه في مواضيعنا. انطلقت الحمله الانتخابيه يوم 2 ديسمبر الى غايه 23 ديسمبر من الشهر الجاري، وسيكون الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس المحليه يوم 24 ديسمبر طبعا تحت ولايه تامه وقانونيه للهيئه العليا المستقله للانتخابات على وسائل الاعلام وطرق تغطيتها، واتهام السنوسي عضو الهيكة بعدم مشروعية هيئة الانتخابات ورغم الشرعية الشكلية على حد تعبيره، كما تعهدت الهيكة بمراقبة أيضا وسائل الإعلام إذا الهيئتان تشتركان في الرصد وتتنازعان حول الصلاحيات. كيف تقرأ ذلك زميلي نزار بقني؟ أنا نشوف أنه شوف الهيئة الانتخابات سطت على صلاحيات ليست من صالحها، هذا أولا لأنه ممكن هي في الأخير ممكن تصدر هي تصدر من حقها أن تصدر، لكن ذلك يقول يكون بقرار مشترك، هذا قرار مشترك شفنا فيه صار فيه عركة كبيرة يعني في الانتخابات اللي فاتت، والانتخابات هذه يعني تواصل لهذه العركة اللي صارت الانتخابات اللي فاتت الوقت اللي ما فهموش في قرار مشترك، ولذلك خذت هيئة الانتخابات هي يعني خذت الأمور نتاعها هي مش هي تقوم بالرصد تقوم بالمحاسبة وسائل الإعلام، لكن هذا غير بالنسبة لي أنا ما فيش مشروعية حتى لو كان فيه قانونية معينة وقانونية مسقطة لأنه ما فيش مشروعية، لأنه شوف هيئة السمع البصري الهيكا هي من شأنها أن هي تقوم بعملية التعديل والتعديل الذاتي للمشهد السمع، لكن حتى الهيكا كذلك تشتكي من أنها ضعفت نجم من هنا نسطر لك 20,000 سطر على ضعفت بإرادة يعني موجودة وبإرادة يعني واضحة من السلطة التنفيذية. وعلاش ما زالت موجودة إذا كان السلطة لا ترغب لأنه موجودة الهيئة؟ شوف واضح يا ويصال، لأنه شوف الواضح أنه حاشتم بالكروكي نتاع 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 الهيكا لكن بأشخاص أخرين بأشخاص يعني يمثلوا مباشرة السلطة التنفيذية في يعني في الهيكة، يعني حشنا بالكروكية هذه، والكروكية هذه عوضة كانت في قبل يعني هي مؤسسة دستورية، اليوم يمكن أنها ما تكونش مؤسسة دستورية لكن يكون لها قانون خارج الدستور، ولكن حشتم بالكروكي كما نقولوا احنا بالبنيه وبالهيكل لكن دون الاشخاص الموجودين عليه، وهذا واضح وهذا هو الواضح. نواصل نحكي على عندي سؤال في هذا الموضوع نحكي عليه السؤال واجابتك تكون بعد هذا الفصل.
يسار. مازلنا مواصلين معكم 7:46 دقيقة شنو صار. تتواصل التحاليل والنقاشات لأهم الأحداث في 24 ساعة الأخيرة والأيامات الأخيرة في إطار الأكتواليتي والنقاش. معنا في المباشر زميلنا نزار مقني في تحليل ونقاش المعطيات الحالية اللي قاعدين نعيشوا فيها. كما قلت لي نزار مقني قلت أنه الصراع حول الصلاحيات اللي صاير بين الهايكا وليزي على أساس أنه السلطة هي من ربما حسمت الأمر لفائدة أليزي ولكن حاجتها بالهيكل حاجتها بالليكا ولكن ربما ليست راضية عن هذه التركيبة. شنو اللي كان يمنع السلطة السياسية أنها تغيرها أنها تحسم نهائيا في ملف الهيكا كما فعلت تماما مع أليزي؟ بدلت التركيبة بدلت الأعضاء كملت مؤخرا معناتها الشغورات. شنو اللي يمنع السلطة أنها تتدخل مباشرة في التعيينات للايكا وتبدل وتجددها؟ انا نشوف انه اللي يمنع من ذلك هو يعني حاجه مباشره انه التدخل في الاعلام بالنسبه لي هي قد يكون منطقه خطر. هذا اول حاجه خاصه لصورتها اللي ما بعد 25 جويلية 2021 هي صوره يعني للخارج سويقت وخاصه لنقول للشريك الأوروبي والشريك الأمريكي وغيره من شركاء متاع العالم بين ضفين الديمقراطي والحر. يعني صورة سيئة لأنه تدخل يعني سوف يعتبر تدخل كبير في يعني في الإعلام وفي تحريك الإعلام من وراء يعني هذه الهيكلة ومن هذه التعيينات، وبالتالي فإنه بعد على يعني طريقة التسلط المباشر على الهيكلة وحلها وإعادة يعني تركيبتها بالتعيين، ويعني خليها تمشي في إطار أنها يتم تضعيفها رويدا رويدا إلى أن يتم يعني حل المكتب اللي حسب يعتبر مكتب محلول لأنه أكثر أعضاء مستقلين أو أحيلوا إلى التقاعد بما فيهم الرئيس. وبالتالي فإنه في ذلك الوقت يتم تجهيز قانون جديد، وهذا القانون يعرض على مجلس نواب الشعب ويتم التصويت عليه، ثم يعني يتم تعيين او كذلك يعني تعيين والا انتخاب اعضاء جدد للهيكل لكن بصيغه جديده حسب قانون جديد. نختم موضوع على غاية من الأهمية كنا تناولناه سابقا وكنا حكينا عليه في السنوات الأخيرة. أنا حكيت عليه من 2017 وتحدثت عن خطورته وكانوا ضيوفي من الخبراء والمختصين في عالم الاقتصاد وأيضا حتى من زملائي في الصحافة الاقتصادية. تحدثنا كثيرا عن المبادلات التجارية وعن عجز الميزان التجاري بين تونس وتركيا وكيف استفادت تركيا من السوق التونسية وأغرقت أسواقنا بالبضائع والمنتوجات التركية على حساب الأسواق التونسية والمنتوجات التونسية وتضرر عديد القطاعات. مؤخرا في الأشهر الأخيرة كانت صارت مفاوضات بين وزارة التجارة وعديد الوزارات الأخرى أيضا وزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات حول تعديل الاتفاق بين البلدين، وحتى هددت تونس بأنها إن لم يتم التراجع في الاتفاق والبروتوكول وبعض المنتوجات في عملية الاستيراد وعملية التبادل التجاري فإنها هددت تونس بإلغاء الاتفاقية تماما مع نهاية السنة. مؤخرا الأيامات اللي فاتوا واليوم يروحوا وفد وزارة التجارة برئاسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم برجب تم توقيع بروتوكول في إسطنبول جديد حول التعديلات على اتفاقية التبادل مع تركيا، إضافة معاليم جمركية تتراوح بين 25-35% على مجموعة من المنتوجات الأحذية الملابس الخشب مواد حديدية، ومنح حصص توريد سنوية لمنتوجاتنا الفلاحية معافاة من المعاليم. وهكذا تغير تونس سياستها وعلاقتها مع تركيا وتركيا تقبل الشروط التي وضعتها تونس. لأنه تركيا ويسال ما عنديش حتى خير إلا أن تقبل بمثل هذا الاتفاق لأنه حبت تفرض شروط متاحة طوال سنوات وسنوات، يعني خاصة أنه فما
شريك لها والاستراتيجيتها في المنطقة كان في الحكم وعرفت النهضة ويعني حبت تلعب على ذلك. هي لعبت وفرضت وعملت بالضبط، بالرغم من انه كانت فما عديد الاصوات كما قلت انت من عام 2017 حتى من قبل 2017 كانت فما اصوات تنادي بضروره تعديل مثل هذا الاتفاق اللي هو اتفاق مش في صالح الاقتصاد التونسي. ويعني اليوم يعني فما طرف في السلطه موجود يصر على ان تتمتع تونس بسيادتها كامله، ويعني هو طرف يصر كذلك على ان تونس تكون لها يعني تعاون مع هذه الدول اللي تعتبر نفسها دول يعني قوى اقليميه بنديه. هذا اللي حب هذا اللي تم تفرضه خاصه على بهذا الاتفاق التجاري على تركيا، وكذلك نريد فرضه كذلك على اليوم حتى على الاتحاد الاوروبي للتعامل مع تونس في صيغه نتاع استراتيجيه ومتاع نديه، وليس في صيغه النظر الى تونس كانها ملف امني فقط يختص بجانب الهجره غير النظاميه. وهذا يعني حاجه تحسب للسلطه الحاليه لانها تريد المحافظه على السياده التونسيه سياده كامله غير منقوصه، غير منقوصه خاصه من التدخلات في شأنها الداخلي وفي تدمير اقتصادها الداخلي خاصة بمثل هذه الاتفاقيات اللي كانت في لحظة ما هي الاتفاقيات التي سوف تقسم ظهر الاقتصاد التونسي الواهن مثل هذه الاتفاقية مع تركيا. فما اتفاقية كانت سوف تفرض لولا أنه وقوف عديد القوى خاصة منظمة مجتمع مدني هي الأليكا واللي كانت سوف تقسم ظهر الفلاحة التونسية واللي الحمد لله عديد القطاعات مش كان الفلاحة فقط الفلاحة بالأساس لأنه الشامل والحر والمعمق معمق هذيك هي بالضبط. وخاصة يعني نحكي على الفلاحة لأنه كانت تضر برشا الفلاحة التونسية خاصة وأنه البرودكسيون دو ماس موجودة في أوروبا كيفاش تدخل تونس تولي معناتها حتى في في البي كونكورونسيال يعني في السعر التنافسي باش تكون اقل حتى من البري نتاع نتاع تونس معناتها البرودوي نتاع تونس، وهذا اللي يخلي الفلاح التونسي باش يزيد الوضعيه نتاعو تسوء اكثر اكثر ما هي سيئه حاليا. الحمد لله تم يعني انه منظمه المجتمع المدني خاصه الاتحاد التونسي للشغل وقف ضد تنفيذ هذه هو راهو المنظمات الكل وقفت والمجتمع المدني كان يعس على المفاوضات. لا 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 نحكيو نحكيو على الاتحاد الشغل ماني كنت حاضر في المفاوضات هي ما الاتحاد الشغل هو اللي فرض ديجا حتى يا نزار يا نزار راهو هبش نقول لك انا حاضر على المفاوضات والجولات الاربعه اللي صاروا وقت حكومه الشاهد وكانوا مصرين على تمرير الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، ولكن المجتمع المدني الجمعيات الكل القطاعات الكل القطاعات كانت تواكب وكانت تترصد حتى المقرات اللي تصير فيها الاجتماعات وتقتحمها احيانا بشعارات واحتجاجات وتندد، لانه المهندسين يقولك احنا ما نجموش ننافسوا كبرى الشركات المقاولات الكبيره في لي ترافو في تونس وبالتالي ما عادش نلقاو خدمه. ثانيا النقطه التي معناتها ربما افشلت الجوله الرابعه والاخيره للمفاوضات هي حريه التنقل، معناتها انا نفرض عليك تبادل والجوده النجم خليك ما تنافسنيش ونزيد نفرض عليك انك ما تتنقلش بسهوله وبالفيزا وبكذا اي معناتها نقضي عليك انت كدوله ما تنجمش تنافسني ما تنجمش تتنقل لهنا معناتها انا نعمل اللي نحب وانت ما تعملش معناتها في صفقه في 24 ساعه ينجم مواطن اوروبي يهبط ياخذها في تونس ياخذها وعنده الحق يتملك حتى على ارض الفلاحيه وفهمتني ولا وعلى العقارات وغيره يعني مش بقى لنا اقتصاد المهم انه المجتمع المدني لعب دورا كان فيه القطاعات الكل رفضت كل وهذا يعني تواصل بعد 25 جويل 2021 انه السلطه الموجوده يعني احسن حاجه اللي قاعده تعمل فيها تو انها قاعده تمشي في الحاجات هذيا اللي ضد يعني السياده التونسيه واللي ضد الاقتصاد التونسي وقاعده تقوم بالدفاع عن السيادة الوطنية وبقوة، وخاصة حتى ولو كان فما بوزيسيون تاعنا سيغ لو بلون فينونسي ويكونوميك تكون ضعيفة وواهنة، إلا أنها قاعدة شادة صحيح
في أنها تحافظ على يعني سيادة تونسية، لأنه في الأخير في الأخير في الأخير في لوبون كما نقولوا احنا استوريك ومعناتها حتى على المستوى التاريخي وكذلك السياسي، فإنه تونس يعني تاريخ كبير، معناتها مش بسهل أنه أي دولة باش تجي تفرض عليك حاجة في وقت أنه تنسى أنه تونس راهي عندها تاريخ كبير. هو نزار ما يحسب أنه القرار السياسي ربما كان حاسما في ملف تركيا، ولكن ولكن لا ننسى أن نشيد بأنه المفاوضات راهي بكفاءات إدارية تونسية. كفاءات ليه هذه ما شك فيه، ما قلنا حد شيء، ما نشوف نشوف انه الدبلوماسيه بصفه عامه كتونس يعني في 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 توقف المرحله. لا مش نحكيو على دبلوماسيه، هذه خدمه على مستوى التجاره شوكو. اي نعرف خدمه على مستوى التجاره، ماش نحكي لك على الدبلوماسيه بصفه عامه. يا وصال يعيشك، الدبلوماسيه راهي مش وزاره خارجيه كو، راهي نتاج نتاع عمل وزارات ووزارات، من وزاره التجاره، من وزارة كل الوزارات، هاني قلت لك إطارات كل الوزارات، ما كان بالتعاون الدولي كل كان حاضرين وكان تعلم الكلمة الفصل. الدبلوماسية التونسية لأنه حتى شئت على بيت أنه يتفاوض كذلك، حتى لو كان من وزارة التجارة تسمى بالنسبة لي أنه تخرج يتفاوض البرة هو الدبلوماسي في الأخير، ولازم يعرف يتفاوض. يا أخي الوفود الرسمية، الوفود الرسمية لإدارات التعاون الدولي في الوزارات كي تخرج معناتها في مهمات رسمية راهي دبلوماسيا تمثل تونس، وسفاراتنا تتكفل بتنقلاتهم وباهتمام بهم. المهم لهنا خلينا نذكروا شوية ببعض الأرقام قبل ما يوفى الوقت، أنه في الإطار هذا نحكيه على تركيا، كتبت زميلتنا عوض في السويدي مقال في الصفحة الرابعة من جريدة الصحافة، تحدثت فيه على مقترحات تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الفصل الأول من عام 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحدثت على العجز التجاري اللي عمق الأزمة المالية والاقتصادية اللي وصل بنسبة 26.8% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس شهري ليبلغ ملياري دينار، وأيضا تحدثت على العجز المالي لعام 23 أنه بيرتفع 5.2%، وكان تتوقع في السابق إلى 7.7% من الناتج المحلي. التفاصيل متاع المقال متاع زميلتنا عوض في السويدي تلقاوه كما قلنا في جريدة الصحافة في الصفحة عدد 4. نخلي لك كلمة الختام نزار مقني، ونشكرك برشا 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 على مشاركتك معنا في تأثيث هذه الفقرة من شنو صار. شكرا لكم شمس فهم، شكرا لكل فريق الاعداد، لكل المستمعين، شكرا لكم وإتفال، وان شاء الله شمس فهم تكون من احسن الى احسن في خدمه الايام ان شاء الله. شكرا لك زميلي.